ما شفنا رمضان وراسه خي. وين يا رمضان؟ سانس العباد تمشي وتجي وثم المشي وشي، وين رمضان؟ تقول كاينك في الزنازه مش في رمضان ولد عمي. وين؟ مالك لا كيلو بوركدان ب 850 تقلى ب 12000 فريز ب 4000 كيفاش حاب العباد تشتري؟ ما خلطناش عليه ما خلطناش عليه الدنيا كل ما 3000 10000 واحد ما عادش يقضي بها شيء يا رسول الله. ولا ما مازال ما عادش قول واحد اللطف وين؟ العباد تفرج العباد تتفرج وتدور وتروح. لا لا تو انت تدور بالله سامحني تو تدور انت ولا رمضان كيما عملوه كي السنه. جاوبني جاوبني هاي الناس الكل تسمع كيف كيف هو اربع قطايع اربع قطايع خبز تقريبا 3000 فرنك تقريبا 3000 علاه هذه مستسين ناخذوها بالسوم هذا بردقان كيف كيف الخوخ علاه وين ماشيين وبعد يجيك في التلفزه انتخبني اسمعني يجيك في التلفزه يقول لك انتخبني بالسيف جيبوا يجي قيد وانتخب فلان فهمني ما انتخبش فلان عطاك ولا يلبسك مريول تنتخب اي لا حق فهمتي تنتخب ما كانش لا فهمتي خويا وين نكهه ما فماش من 81 النكهه ماتت وين اخي من غيرك والحق عليك شكون خير من غيرك انا هو ماسك فيها الكرتوش هذا الكرتوش يا ولدي الكرتوش وين انت كان وكان يدور الكرتوش تو نخبيه والله تنقول لك شدوا ديارنا والله نشدوا ديارنا فهمني وين شكون ولا على الحين يدي ما بقى شيء صاحب نخرج ب 10000 تروح كان روحت فيها سلك تمشي تنتخب لازمك تمشي تنتخب وتنحاها يا خابيت عمر اصبر ليش ما تنتخبش عديني وانا ما ننتخبش هذا بركان ما ننتخبش هذا بركان هذا كما يحكي برا انتخب ما ننتخبش هذه دقله هذه زيد زيد قلت لك تعمل اللي تحب ما ننتخبش شكون هذا هم الكل ترى يمشي ينتخبوا لا اله الا الله ها وعند السيد خالد برا انتخب انتخب واحد رجعوا باش نرجعوا بن علي باش نرجعوا بن علي